أهلا وسهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة WTV وحلقة جديدة من برنامج الحقيبة الاقتصادية. استرجاع ومنع هدر أكثر من تريليون ونصف تريليون دينار خلال عام 2018، ومشاريع متلكئة بلغت قيمتها قرابة 36 تريليون دينار عراقي بحسب التقرير اللي عدته وكالة الاقتصاد نيوز واللي صدر عن هيئة النزاهة. لو نطلع عن المشاريع المتلكئة في العراق خلال عام 2018، إذ بلغت عدد المشاريع نحو 2736 مشروع متلكئ، وقيمة هذه المشاريع قرابة 16.2 مليار دولار قيمة هذه المشاريع المتلكئة. عدد هذه المشاريع أكثر من 644 مشروع. هذه المشاريع فتح التحقيق بيها، واليوم كلفت الدولة هذه المشاريع 1.5 تريليون دينار عراقي تم استرجاعها من خلال القضاء العراقي ودور هيئة النزاهة في هذا الموضوع. أنتقل وياكم إلى موضوع آخر وضيف آخر، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. البورصة، ارتفاع وانخفاض النفط، تأثير النفط على السوق العراقية، أسعار الدولار، سنناقشه مع ضيفي السيد أسامة الشمري الخبير في شؤون البورصة. سيد أسامة، أهلا وسهلا بك ضيفا في قناة WTV. أهلا وسهلا بك سيد أسامة. نتحدث أولا البورصة العالمية وتأثيراتها على السوق العراقية، هل هنالك تأثير كبير على النفط العراقي على النفط العالمي؟ بالتأكيد النفط العراقي هو حال نفط أي بلد، يتأثر بأسعار السوق العالمية ويتأثر به الفروقات. طبعا هناك أسباب فروقات بالسعر النفط العراقي يختلف عن بقية منتجات النفطية في دول أخرى، لكن التأثير متبادل ما بين الاثنين. طيب نتحدث الآن عن أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي. نعم. يعني اليوم ارتفاع وانخفاض، هنالك هزات في أسعار النفط حصلت، هل لك أن تطلع المواطن أو المشاهد العراقي على أسعار النفط اليوم؟ نعم، بالنسبة للنفط العالمي شهد خلال شهر فبراير ارتفاع يعتبر الأعلى في عام 2019. الخام الأمريكي الخفيف الكرود سجل 57 دولار فاصلة 52 سنت للبرميل الواحد، فيما سجل مزيج برنت البريطاني سعر 67 دولار و20 سنت للبرميل الواحد. طبعا الارتفاعات أتت مع خفض منظمة أوبك لسقف الإنتاج النفطي مع بداية العام الجديد في أداء يعتبر جيد جدا لرفع أسعار النفط وتقليل الكميات الموجودة في الأسواق، واللي بدورها طبعا هيؤدي إلى ارتفاع النفط. طيب قبل أن نخوض بأسعار النفط، تحدث عن موضوع أسعار أوبك أو خفض الإنتاج لأوبك، هل نعم. تعتقد أنه هذا الخفض سيؤثر على الإنتاج العراقي أو على الواردات العراقية التي يعتمد العراق عليها؟ بالحقيقة احنا أكو فد نقطة مهمة لازم يتنبه لها يعني المواطن العراقي. احنا نفطنا ما يدخل ضمن أسهم البورصة، احنا نتفق مع شركات ويباع بسعر معين. طبعا هذا يعتبر هم بجانب سلبي لأنه يباع بسعر ثابت يقرر من خلال الموازنة، وعند الارتفاع والانخفاض في الأسواق العالمية احنا اتفاقنا مع الشركات وليس مع منظمة أوبك. أما نسبة الإنتاج فالعراق مسموح لينتج حوالي 3.6 مليون برميل باليوم الواحد، شوية أقل شوية أكثر، لكن مفتوح للإنتاج ومسموح له أنه ينتج بالكمية ذاتها. طيب حدثني الآن عن أسعار النفط لخلال مدة أسبوع. نعم. بالنسبة أسعار النفط بالنسبة للخام الأمريكي الخفيف أو خام غرب تكساس اللي هو كرود أويل بالضبط. الكرود أويل طبعا يعتبر بالنسبة لنقاوته يعتبر من نقاوته متوسطة، سجل خلال الأسبوع الحالي ارتفاع إلى مستوى 58.20 سنت. ممكن إذا تطلعنا على الخريطة يكون أفضل. هذا لو تشوفون قدامكم الارتفاعات المسجلة خلال شهر فبراير، ارتفاع إلى 58.20 سنت للبرميل، ومن ثم انخفض خلال أيام إلى 57.52 سنت للبرميل. أسباب هذه الانخفاضات؟ طبعا أولا العرض والطلب يلعب دور كبير، اثنين النقطة المهمة الأجواء
الموسمية تأثر على أسعار النفط. النقطة الأخرى البيانات الاقتصادية الأمريكية بالنسبة لمعدل البترول الأمريكي عندما يعلن أسبوعيا أو شهريا مستوى الخزين الاستراتيجي في معدل البترول الأمريكي، عندما يكون المستوى عالي حينخفض الطلب على النفط ويؤدي إلى انخفاض أسعاره، وعندما يكون انخفاض في مستوى الخزين الاستراتيجي في الولايات المتحدة لاحظ أنه يرتفع السعر باعتبار الولايات المتحدة المستورد الأول للنفط العالمي. طيب تحدثنا عن خام كرود، نعم، هل تطلعني على الباقي مثل داو جونز؟ الداو جونز المؤشرات الأمريكية مثل ما تشوف حضرتك أول مؤشر، نعم، الداو جونز الأمريكي يمثل الصناعات الثقيلة الأمريكية. ارتفاع مفترض، طبعا أكو فد علاقة عكسية ما بين الدولار وبين المؤشرات الأمريكية. الداو جونز ارتفع عند سعر 25.114 دولار للبرميل المؤشر الواحد، عفوا الستاندرد اند بورز أو اس بي 500 هو المؤشر الأضخم والأشمل للصناعات الأمريكية، أيضا سجل ارتفاع عند 2785 دولار. وبالنسبة لمؤشر الناسداك الخاص بالصناعات الإلكترونية الأمريكية أيضا سجل ارتفاع جيد جدا يعتبر عند سعر 7050 سنت. المؤشرات الأولى هي مؤشرات أمريكية بحتة، ثقيلة خفيفة إلكترونية. نعم. طيب نعم. اليوم هسا عندنا روسل، نعم، مؤشر روسل مؤشر تجاري، نيكي مؤشر الياباني للصناعات التجارية، اليورو ستوك أيضا للصناعات الأوروبية، الداكس الألماني، وهكذا مؤشرات اقتصادية لكل بلد. طيب خام برنت، اليوم الكثير يسمعون عن خام برنت، خام برنت ما هو الفرق بين خام برنت والنفط العراقي؟ مزيج برنت هو مجموعة آبار تقع في بحر الشمال، أغلبية أسهمها تعود إلى المملكة المتحدة بريطانيا. 91% من مزيج برنت هي آبار تقع في المملكة المتحدة وبالذات تتركز في اسكتلندا. طبعا تدخل شركة في هذا المزيج كل من هولندا والدنمارك وكذلك النرويج، كلها تدخل في مؤشر مزيج برنت. مزيج برنت يمتاز بالنقاوة كونه ينتج من مناطق صخرية، لذلك نلاحظ أنه كثافته عالية، نقاوته عالية، تؤدي إلى أنه يكون سعره أعلى من سعر باقي المنتجات النفطية. طيب. أما بالنسبة للنفط العراقي يعتبر نفط نوعا ما غير جيد من ناحية الكثافة، من ناحية النقاوة، هذا يؤدي إلى أنه تكون سعر النفط العراقي هو الأوطأ بالنسبة لأسعار النفط في العالم. طيب مسألة مبيعات النفط العراقية بمن يتحكم؟ هل هي سومو تتحكم بها أم السوق العالمية هي من تتحكم؟ أنت ذكرت أنه إحنا نعتمد على شركات، نعم، خارجية، يعني مو شركات، عقود طبعا، عقود خارجية، نعم، مثل عقود التراخيص، جولات التراخيص وغيرها. بالضبط. كيف يتأثر السوق العراقي بهذا؟ السوق العراقي بصراحة إحنا هسه لو تشوف أنه البرميل أقر في الموازنة الأخيرة بسعر 45 دولار، عندما يرتفع النفط إلى مستوى 60 دولار هاي خسائر تعتبر علينا، وعندما لأنه إحنا نبيع على 45، ضيف إلها أن هناك كلفة استخراج مستقطعة من كل برميل، فلذلك نشوف أنه إحنا أكو هدر في النفط العراقي، هدر في قيمة النفط ووارداته، لأن أول شيء نخسر بنتيجة العقود الغير مدروسة. النقطة الثانية النفط يباع بسعر أقل غير معوم، ما يرتفع وينخفض مع أسواق البورصة العالمية، هاي من الأخطاء اللي تأثر على واردات النفط. طيب كم شلون الفرق بين الخامات العالمية والسعر العراقي؟ يعني لو أخذنا هسه حاليا الكرود الأمريكي ب 57.52 دولار البرميل، نعم، أنت تحسب إحنا فرق 13 دولار أقل من الكرود الأمريكي. ليش هذا الفرق؟ الفرق قلنا أول شيء نسبة النقاوة والكثافة بالنسبة للنفط العراقي هي أقل جودة من الخام الأمريكي الخفيف، واثنين الاستقطاعات اللي تستقطعها الشركات المتعاقدة صاحبة الترخيص في الحصول على النفط العراقي أيضا تستقطع مبلغ معين من كل برميل ينتج، لذلك هذا يكبدنا خسائر وتكون أسعارنا أقل من أسعار السوق العالمي. لفت انتباهي لموضوع أنت تحدثت به، هو موضوع الخسائر من يعبر. احنا موجهين الموازنة مالتنا ب 45 دولار نعم. أو أكثر أقل حسب احتياجات السوق. إذا ارتفع سعر النفط اليوم وإحنا نبيعه بهذا السعر، نعم، ماكو أربع دا تجينا فائض أرباح هذا؟ لا، هو هنا إحنا تبقى على جولة التراخيص اللي اتفقوا بها شركة سومو باعتبارها الجهة المسؤولة عن التعاقد.
هنا تخضع لنوع من السرية التعاقدات اللي تحصل مع شركة سومو والشركات النفطية مثل شيل وغازبروم وغيرها من الشركات المستثمرة بالعراق. فهنا هذا الاتفاق طبعا أكيد أكو خسائر، لأنه إحنا النفط قد يصل يعني نهاية العام السابق وصل إلى حد الـ 78 دولار برميل الكرود الخام الأمريكي الخفيف، وإحنا أسعارنا على الـ 45. هاي أكيد أكو خسائر تكبدها الاقتصاد العراقي. طيب خلنا ننتقل من فقرة النفط والخامات العالمية إلى الدولار اللي هو اللي يهم المواطن أكثر. اليوم أسعار الصرف العالمية هل تأثر على العراق بشكل كبير؟ اليوم السوق العراقية سوق مستقرة، يعني سعر الصرف 1200 دينار لكل واحد دولار. هل تعتقد أنه هذا الارتفاع وانخفاض اللي هسه راح تشرح لنا عليه ممكن يأثر على سعر الدولار بالعالم أو حتى سعر الذهب وسعر الفضة؟ هنا خلينا نخلي فد نقطة مهمة بهذا الموضوع. الدينار العراقي غير مرتبط بعملة خارجية، ما معوم السعر يحدد بدقيقة واحدة. نعم السعر يحدد مزاد العملة للبنك المركزي العراقي. أما هاي الأسعار اللي قدامك فهي سعر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية. حاليا الدولار يشهد انتعاش عند 96.17 جزء من النقطة أمام سلة من العملات الرئيسية الخمسة الرئيسية اللي هي الباون واليورو والكندي والين الياباني والفرنك السويسري. بس ماكو علاقة ما بين سعر داخل العراق والسعر الخارجي. شو السبب انه ماكو هذا العلاقة؟ لانه احنا كاقتصاد ما رابطين كعملة، ما رابطين سعر الدينار العراقي بالبورصة او ما رابطين بعملة عالمية. على العكس مثلا اردن تشوف اكو استقرار بدينارهم منذ عشرات السنين، هم كل 100 دولار تساوي له 70 الى 71 دينار ما تتغير لانه مربوط بالدولار. بينما الكويت مربوط بثلاث عملات رئيسية أيضا هناك استقرارية في سعر صرف عالميا. في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم لك سيد أسامة بالشكر الجزيل على شرحك الوافي لأسعار النفط العراقية. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أحبتي. موضوع آخر لكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم من جديد. بعد ما انتهينا من قضية البورصة واسعار النفط، القطاع المصرفي يعد الشريان الحيوي والرئيسي لجميع مفاصل الاقتصاد العراقي. اهمية هذا الدور واهمية دور المصارف بالسوق العراقية. شنو هي المصارف؟ شلون تعمل؟ راح نشاهده بعد هذا الفيديو. البنك التجاري مؤسسة مالية تتعامل مع نوعين رئيسيين من العملاء، هما المودعين والمقترضين. المودعون وهم لديهم أموال يريدون حفظها بطريقة آمنة مع تحقيق عائد بسيط عليها، ويمكنهم إيداع هذه الأموال بالبنك بعدة طرق، هي حساب جاري، حساب توفير، وديعة تحت الطلب، وديعة ثابتة. كما يمكنهم سحب هذه الأموال عند حاجتهم إليها عن طريق بطاقة الصراف الآلي أو السحب المباشر من البنك أو شيكات أو التحويلات البنكية. أما المقترضون وهم من في حاجة للمال إما لغرض شخصي أو بغرض الاستثمار، وبالتالي تختلف القروض على حسب الغرض منها. فهناك بطاقة الائتمان، القرض الشخصي، قرض السيارة، القرض العقاري، وقروض الشركات والمؤسسات الحكومية. مع العلم بأن العملاء سواء كانوا مودعين أو مقترضين يمكن أن يكونوا أفراداً أو شركات أو حتى بنوكاً أو مؤسسات حكومية، وبذلك يكون البنك وسيطاً بين المودعين والمقترضين، بحيث يقبل الأموال من المودعين في شكل ودائع ثم يعيد ضخها مرة أخرى في الاقتصاد المحلي أو العالمي في شكل قروض. لعل بعضكم يتساءل، إذا كان هذا حال البنك فمن أين يأتي بالربح ليستمر في أداء نشاطه؟ وهذا ما سنجيب عليه بالفقرة القادمة، وهي آلية عمل البنوك التجارية. يقوم البنك بتحصيل فوائد من المقترضين نظير القروض، مثلاً 10% من قيمة القرض يسدد منها 2% مثلاً كفوائد على الودائع للمودعين، وبذلك يحصل البنك على الفرق بين ما تم تحصيله من المقترضين وما تم سداده للمودعين. كم يا ترى؟ إنه 8%، وهذا هو الربح الإجمالي. ولكن البنك لديه مصاريف إدارية وتشغيلية ومخصصات تقدر في مجملها بنسبة 5% مثلاً، وبعد خصم هذه المصاريف والمخصصات من مجمل الربح
يكون البنك قد حقق ربحاً صافياً بمقدار 3%. ولكن هناك ملحوظة لا بد من ذكرها، وهي أن البنك بطبيعة عمله يخضع لقوانين تنظيمية، وهذه القوانين تمنعه من أن يتصرف في كل الودائع لديه بإقراضها للمقترضين، بل يتوجب عليه أن يحتفظ بنسبة معينة منها كاحتياطي لدى البنك المركزي، ويحتفظ بنسبة أخرى بخزينته لمواجهة أي سحب مفاجئ من المودعين. كما يمكن للبنك أن يستثمر جزءاً من هذه الودائع بنفسه في استثمارات مثل شراء الذهب أو الأسهم أو العقارات. توجه الأنظار نحو القطاع الخاص ودوره في تغيير النظام الاقتصادي القائم منذ عام 2003 ليكون قاطرة للنمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد بدلاً من الإدمان المزمن على المورد النفطي للاستثمار. الاستثمار ومشاكله ومعوقاته التي توقف التنمية الاستثمارية، هذا ما سنتعرف عليه مع الخبير الاقتصادي من واشنطن السيد سيف الحلفي. أهلاً وسهلاً بك سيد سيف. شكرا استاذ نبيل على هذه الاستضافه الرائعه في برنامجك الاقتصادي الشيق، وشكرا لقناه دبليو تي في على هذه الاستضافه. سيد سيف، ما هي اهم المشاكل الاساسيه اللي يعاني منها القطاع الخاص؟ المشكله الاساسيه التي تواجه القطاع الخاص صراحه هو الاهمال الحكومي لهذا القطاع وعدم الاهتمام بواقع مجتمع الاعمال. واقع مجتمع الاعمال هو مهم جدا ويتعلق بشكل أساس بالمواطن العراقي، لأن توفير فرص العمل للمواطن العراقي من أهم الأشياء التي تواجه الحكومات صراحة، وأيضا تواجه القطاع الخاص. عندما توفر فرص عمل كبيرة بالتأكيد سوف تخلق واقع اقتصادي جيد، وسوف تقلل من نسب البطالة، وأيضا سوف ترفد الواقع الاجتماعي العراقي بنقاط إيجابية تعزز هذا الواقع بشكل أساسي وكبير. المشكلة الأساسية التي يواجهها القطاع الخاص هو الإهمال الحكومي وعدم وجود قوانين مساعدة تساعد على تطوير القطاع الخاص وتطويره. هذه القوانين تتعلق بقوانين الضرائب وأيضا قوانين الاستثمار وكذلك قوانين العمل. القوانين العمل التي سنت في عقود سابقة كانت تتسم بها الحكومات بحكومات الشمولية والحكومات المركزية والوضع الاقتصادي الشمولي وليس اقتصاد السوق كما هو عليه الآن في العراق، ولهذا هذه القوانين خاصة قانون العمل لا يتناسب بشكل كبير لضمان حقوق العمال والموظفين، وأيضا لا يتناسب مع تطوير القطاع الخاص. يجب أن نعطي حزم ضريبية أو حزم نفعية كبيرة للشركات العاملة في القطاع الخاص حتى تتشجع وتعمل في العراق. المشكلة الأساسية تتلخص بشكل أساسي في عدم تطوير القطاع الخاص من حيث المكننة ومن حيث أساليب الدفع الإلكتروني الحديث وكذلك من حيث وجود معايير معينة تحسب كمية البطالة الموجودة في العراق وكيفية القضاء عليها. القطاع الخاص العراقي له تحديات كبيرة وله مسؤوليات كبيرة، أهم مسؤولياته هو تتعلق بمكافحة الحد الأعلى للبطالة العراقية والقضاء على نسبة البطالة وتوفير فرص عمل. كلما وفرنا فرص عمل بالتأكيد سوف نعطي نقاط إيجابية على الاقتصاد العراقي وعلى أداء الحكومات. وأيضا من مسؤوليات من خلال توفير فرص العمل بالتأكيد سوف يساهم بشكل إيجابي في الميزانية العامة للعراق. الميزانيات العامة للعراق تتسم بكونها ميزانيات تشغيلية أكثر مما هي ميزانيات استثمارية بسبب تحمل الدولة بجزء كبير من مسؤولياتها في توفير فرص العمل لقطاع كبير من الشباب العراقي، وبالتالي سوف تتسم هذه الميزانيات بكونها ميزانيات تشغيلية أكثر مما هي ميزانيات استثمارية. إذن حتى نسحب أو حتى نسحب هذا الكاهل على الحكومة العراقية ونوفر فرص عمل للشباب العراقي يجب تطوير القطاع الخاص. هذا القطاع يساعد بشكل أساسي في توفير فرص العمل.
المشاكل الأساسية التي يعانيها القطاع الخاص، بالإضافة إلى القوانين الساندة التي تعرقل عملها، كذلك قوانين الاستثمار وكذلك قوانين الضرائب. يجب الاهتمام وتطوير قوانين الضرائب وكذلك تطوير قوانين الاستثمار حتى نستطيع على لتوفير أكثر فرص استثمارية لدخول الشركات الأجنبية. العراق يتسم بكون أرض صالحة للاستثمار ولديه حزمة استثمارية كبيرة، لكن المشكلة الأساسية عدم تطوير هذه الحزمة بالشكل اللي يساعد على توفير فرص استثمارية كبيرة لدخول الشركات الاستثمارية إلى العراق. دخول الشركات الاستثمارية إلى العراق سوف يساعد بشكل أساسي وكبير في توفير فرص عمل كثيرة للمواطنين العراقيين، وبالتالي سوف يقلل من نسب البطالة التي يتسم بها الاقتصاد العراقي. نقطة مهمة جدا أستاذ نبيل تتعلق بالقوانين التي تساعد على الاستثمار الخارجي. يجب أن تكون هناك قوانين فاعلة وفعلية تساعد الشركات الأجنبية في استغلال حزمة الفرص الاستثمارية الموجودة في العراق. عملية استغلال فرص الحزم الاستثمارية الموجودة في العراق سوف تساعد الشركات على الدخول إلى الأرض العراقية، وبالتالي سوف تعمل وفق إطار استثمار محدد وفي صياغة قانونية محددة تساعدها على توفير فرص عمل كبيرة لمجمل الشباب العراقي الذي يحتاجون إلى توفير فرص عمل. بالتأكيد وبشكل أساسي أحدد أن القطاع الخاص هو الرافد الحقيقي للناتج القومي العراقي، ولهذا يجب الاهتمام إلى هذا القطاع بشكل أساسي ودعمه بكل ما يمكن أن تقدم له الدولة من سبل الدعم وكذلك من سبل النجاح التجربة الاستثمارية في العراق. سيد سيف، أين تكمن أهمية القطاع الخاص؟ البرايفت سيكتور قطاع مهم، وعملية تطويره سوف يؤدي إلى تطوير مجتمع العمال. عندما توفر بيئة صالحة لتطوير مجتمع العمال سوف يؤدي إلى توفير بيئة صالحة لتوفير وظائف إلى البطالة العراقية، وبالتالي توفير هذه الوظائف سوف يقلل نسب البطالة في المجتمع العراقي. شكرا لك سيد سيف الحلفي الخبير الاقتصادي من واشنطن. أحبتي الكرام، يشهد القطاع المصرفي الإسلامي في العراق إقبالا متناميا رغم المشاكل التي تمثلها الاختلافات الفقهية والتي تجعل من إجازة المعاملات المالية تختلف من مصرف إلى آخر. كل هذا سنناقشه مع ضيفتي المدير المفوض لمصرف الدولي الإسلامي السيدة سهى الكفائي، لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم أحبتي من جديد. أعود لأرحب بضيفتي لهذه الحلقة السيدة سهى الكفائي مدير المصرف الدولي الإسلامي. أهلا وسهلا سيد سهى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بدءا نتحدث بعيدا عن لغة الأرقام واللغة الصعبة، نتحدث باللغة البسيطة للمواطن. ما هو دور المصارف الإسلامية في الشارع العراقي على الرغم من أن هذه المصارف هي مصارف حديثة؟ يعني يمكن أكون مصرف أو مصرفين هي من القديمات، لكن المصارف الإسلامية اليوم هي مصارف كلها حديثة. بسم الله الرحمن الرحيم. المصارف الإسلامية تلعب دور كبير في بناء المجتمعات، لأن مبدأ عملها هو يتعامل مع حاجة المجتمع. حاجات المجتمع متنوعة. الصيغة الإسلامية اللي مثبتة بالشارع الإسلامي اللي هي صيغة المرابحة وصيغة الإجارة والسلم والاستصناع والمضاربة، كل صيغة هي بها حدود وضوابط وتعليمات تصاغ مع حاجة الزبون. فاليوم حاجات المجتمع متنوعة. بعض الزبائن يريد مشاركة عنده معمل يريد يشغله، البعض يريد مشاركة بالإدارة بالمال، البعض يريد مبلغ سريع عنده قضية ممكن ينجزها ويرجع المبلغ. هذه الحاجات الصيغة الإسلامية تلبيها، وهذا الفرق الكبير ما بينها وبين المصارف التجارية. حقيقة هناك 18 فارق ما بين هذا الصنفين من المصارف. المصارف الإسلامية نشوف اليوم أكو إقبال كبير عليها من المواطنين لأسباب عديدة.
تكاثرها أو زيادتها من قبل البنك المركزي اليوم نظراً لحاجة المجتمع للنهوض والبناء ولنهوض القطاعات الاقتصادية مختلفة تتناسب. هذا يقودني لسؤال. نعم. يعني اليوم هل حظوظ القطاع المصرفي الإسلامي أكثر من حظوظ القطاع التجاري على الرغم من الصيت الذي يتمتع به القطاع التجاري؟ نعم، الحظوظ كبيرة لأنه إقبال المجتمع كبير على الصيغ الإسلامية وعلى ميول المواطن أو الزبون العراقي، والقدمات اللي يقدمها المصرف الإسلامي محبذة عند الزبون، وبالتالي حظوظه في دخول ميادين عمل متنوعة. أكو فقرة بها حظوظ كبيرة تختلف عن المصرف التجاري. المصرف الإسلامي يستطيع أن يلعب دور الوسيط ما بين المورد وما بين المستفيد، فممكن يشتري بضائع ويبيعها، ممكن يشتري بضائع يأجرها، ممكن يشتري بضائع يستأجرها. هذا الدور يفعل الاقتصاد الوطني لأنه راح يتعامل مع مستوردين، مع مصنعين، وراح يفيد الزبون العراقي البسيط أو المتوسط أو مشاريع متوسطة وصغيرة أنه يجد حاجة من خلال هؤلاء الموردين، والمصرف يلعب دور في تقسيط المبلغ وفق صيغة المرابحة أو المشاركة. بالنتيجة المال وظف لامتصاص البطالة، لفتح مشاريع اقتصادية جديدة زراعية صناعية. بالنتيجة ايش راح يكون؟ هناك نهوض، فالمصرف الإسلامي كان له الدور الأكبر ما بين الجهتين، ولهذا حظوظه كبيرة بالعمل. طيب، تحدثي عن موضوع الأقراض، يعني سؤالي يتساءل اليوم المواطن العراقي هم الأكبر أن كيف يحصل على قرض. نعم. ما يميز بين القطاع المصرفي الإسلامي والقطاع التجاري من ناحية القروض؟ المال يمول بالقطاع المصارف الإسلامية بطريقة تختلف عن المصارف التجارية. فمثل ما ذكرنا مثلا صيغة المرابحة، ممكن أشتري أجهزة وأمنحها للزبائن أو مستلزمات أو مثلا خطوط إنتاجية لمشاريع صناعية وأبيعها بالتقسيط للمواطن أو للزبون العراقي. طيب سسهان، نسب الفائدة اليوم ما بين القطاع المصرفي الإسلامي والقطاع المصرفي التجاري، يعني كيف تقاس نسب الفائدة؟ اليوم النظام المصرفي الإسلامي يعتمد على الشريعة الإسلامية والواجبات الإسلامية، كيف ستكون هنالك نسب فائدة؟ كل مصرف إلى سياسته في تخصيص الأموال وتخصيص الفائدة. اليوم احنا متوجهين توجه كبير نحو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة اللي هي تشغل المجتمع واللي يركز عليها البنك المركزي، واللي هي فوائدها واضحة للمواطن العراقي معلومة بكافة الفروع. هذه المبادرة هي مبادرة 1 تريليون، احنا نمنحها لأي مشروع يتقدم للمصرف مهما كان تفصيله، يدعم زراعة، صناعة، قطاع سفر، خدمي. نمنح الأموال وفق مشروع منظم، دراسة جدوى، ووفق ضمانات حسب الضمانة حسب المبلغ، وممكن يتقسط على الزبون وفق عقد مرابحة أو شراء منتج. هذا المبلغ يسدد خلال 5 سنوات وفق، والمبالغ اللي أعلى من 20 مليون ب7 سنوات. جيد. فإحنا حتى حاليا ممكن نمنح 100 مليون، واللي أعلى بموافقات خاصة من البنك المركزي. هناك تشجيع كبير بهذا الاتجاه لأنه شهدنا أن هناك إقبال على فتح مشاريع صغيرة ومتوسطة ومعامل بسيطة. هذا بالتأكيد حينشط الاقتصاد الوطني ويعالج البطالة والعاطلين عن العمل. طيب اليوم يعني من بين السطور سرقنا كم كلمة أو أخذنا كم كلمة أنه مصرف الدولي نسب القروض اللي منحها، هل لديك رقم بسيط للمواطن بالذات فيما يخص موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ نعم، يعني احنا مولنا بفترة قصيرة تقريبا حوالي 9 مليار، اليوم 10 مليار، بدينا بالعاشر واخذنا جائزة من البنك المركزي على اكبر نسبة تمويل لهذه المدة. حقيقة هناك عمل منظم كبير إلكتروني بعقود رصينة بتدريب للموظفين، استطعنا أن نلبي حاجات المواطنين بالمحافظة بالفروع التابعة لنا. والمشروع هناك تركيز واسع عليه لأنه
ديله بحاجة المواطن وخاصة الشباب. أهم القروض اللي ركزتوا عليها بمصرفكم، يعني من ضمن المشاريع، أهم المشاريع اللي ركزتوا عليها؟ احنا المشاريع الصغيرة حددنا، يعني خلينا نقول أكثر، يعني أكثرها اللي هو صناعي أو خدمي، أو يعني ما نرفض مشروع جاي الشباب عليه، يعني بداية هو بصعوبة يرتب وضعه وأنه يحصل مشروع صحيح وممكن يشغله وممكن ينجح به بهيك وقت اليوم. فإحنا نستقبل أي مشروع اللي يتقدم لنا. اليوم إحنا ركزنا على القطاع الصحي، أنه كثير من الأجهزة اللي هي صعب يتحصل عليها سوينا عقد مع شركات، وانا يعني نقوم بهذا الدور لشراء الاجهزه وبيعها وفق عقود المرابحه. هذا اكو في التركيز عليه، بس احنا نستقبل اي مشروع يتقدم لنا ناضج وصحيح. ما ما ماكو فيتو؟ لا لا بالعكس، ليش؟ اليوم الشباب يرتب وضعه باللي يناسب حياته، فاحنا نستقبل المشروع اذا كان ناضج كضمانة وكدراسة جدوى، ويتوقع يعني الدراسة تقول إنه راح ينجح ويسدد ويقدر ينهض بعمله، نستقبل، أبواب مفتوحة. طيب سؤال، يعني اليوم الخدمات الإلكترونية اللي تقدم للمواطن اليوم، العالم كله يتجه نحو الخدمات الإلكترونية، ما نراه في الإمارات وفي الأردن وفي جميع الدول العالم، لكن كيف نصل إلى هذه الدول بخدماتنا الإلكترونية المصرفية؟ حقيقة المنظومة الإلكترونية للمصرف تلعب دور، إذا ما كانت قيادات المصرف سواء التشريعية أو التنفيذية وضعت خطة لأنظمة إلكترونية من خلالها تستطيع أن تقدم الخدمات المتنوعة. فالبنية الداخلية للمصرف إذا كانت منظمة بهذا الاتجاه، بالتأكيد راح تقدر تطلق خدمات متنوعة تحقق السرعة، تحقق الأمان، تحقق الدقة، وتحقق خدمات متنوعة تلبي حاجات الزبائن. اليوم العراق متوجه نحو مشروعين ضخمة كبيرة، هي مشروع تقطين الرواتب ومشروع الجباية الإلكترونية. يعني تقريبا هذا الاستراتيجية تقول أنه نحو عراق بلا نقد، هذا رح يتم خلال مراحل وسنوات، بدينا بهذه الحمله. طيب لكن السيد العلاقة أعلن أنه أكثر من 70% نعم هو مكتنز، أموال مكتنزة لدى المواطن. نعم. شلون اليوم نرغب المواطن أن يجي يودع هذه الأموال من خلال التوطين، أو كيف ترون هذه، كيف ممكن أن نحل هذا الموضوع يعني من الاكتناز المنزلي؟ نعم، هو بداية موضوع سحب الأموال من الدور هو يحتاج لعمل وثقة و برامج وخدمات متنوعة تقنع الزبون أنه هذه المصارف عندها القدرة أن تلبي لها خدمات. فموضوع التوطين الرواتب هو في بداية لهذا المشروع الكبير والضخم. إذا ما ركزنا على موضوع التوطين، اليوم البطاقة الإلكترونية هي مو فقط بطاقة ونضع بها المبلغ، مبلغ الراتب. البطاقة هي تعتبر ضمانة لدى المصرف لتقديم خدمات متنوعة من خلالها. يعني احنا مثلا كالمصرف الدولي الإسلامي طرحنا انه اللي يوطن راتبه معانا ممكن نمنحه مبلغ لتشغيل العائلة، اللي تكلمنا عليه قبل قليل، فالضمانة صار الراتب. مثلا موظف راتبه 1,000,000 دينار، احنا نقدر نمنحه 17 مليون لعائلته لأي مشروع يقدمه باسم العائلة. ايش صار؟ صار هذا الراتب وهذه البطاقة هي صارت الضمانة لتشغيل دون الحاجة إلى كفيل. إحنا ما ظننا شيء، لا هو هو البطاقة صارت الضمانة، هي كفيلة. فاليوم صار الراتب إلى قيمة أكبر من قيمته من كان نقد. ليش؟ لأنه استخدم كضمانة للعائلة، فاستطعنا أن نشغل واحد من أفراد العائلة بضمانة راتب الأب أو راتب الأم، واللي هو حقق هذا العائق، رفع هذا العائق، استطعنا أن نمنح للعائلة مبالغ للعمل. هذه نقطة مهمة كبيرة. النقطة الثانية أنه ممكن خدمات أخرى، مثلا طرحنا موضوع التأمين الصحي، ممكن اللي يوطن راتبه معانا ممكن وفق عقد تأميني مع شركة تأمين عائدة لنا أنه يدفع مبلغ قليل، لكنه في حالة حصول حادث ممكن يأخذ مبلغ
يصل إلى 10 مليون وفق طبعاً ضوابط وتعليمات يعالج مشكلته. طبعاً هذا في شيء جديد جداً على مجتمع طبعاً العربي. طبعاً أنت خليتي أخي وخرتي علي سؤال، أخذتي مني سؤال قبل أسئلة. واليوم شلون نقدر نقنع الموظف أن يوطن راتبه في مصرفكم أو أي مصرف آخر؟ خدمات عديدة ممكن تصير، والمستقبل يقول أنه حياة الموظف كلها حترتبط بهاي البطاقة. اليوم الموظف إذا يريد يسافر أنا أستطيع أن أقدم له ديسكاونت على بطاقات السفر لأن هو موطن راتبه بالمصرف. نقطة ثانية ممكن أني أبيع له بطاقات أخرى لأن هو موطن راتبه بالمصرف، بطاقات للعائلة بسعر مخفض. إحنا طرحنا في المشروع حقيقة بذلنا الجهد الكبير به. اليوم إحنا المصرف الدولي الإسلامي نستطيع أن نمنح الموظف منظومة طاقة شمسية يقدر ينصبها الإدارة وفق راتبه اللي بالبطاقة. طيب هذا حكينا عن القطاع الحكومي والتوطين، هل بالإمكان أن العاملين في القطاع الخاص أن يوطنون رواتبهم أيضا؟ طبعا من الطبيعي أسوة بالمصارف أسوة بدوائر الدولة. أي شركة اليوم إحنا نوطن راتبها بطاقة الماستر كارد، بطاقة أهوار، نستطيع نرتب لهم. أعود إلى مسألة البطاقات الإلكترونية أو الخدمات الإلكترونية، تحدثت عن موضوع البطاقة الإلكترونية، الخدمات الأخرى اللي يقدمها مصرفكم من الناحية الإلكترونية. يعني إحنا عندنا مثلا نظام مهم جدا أطلق البنك المركزي وينظر باتجاه الالتزام بينه ودفع الضرائب من خلال المصارف، هذا نظام إلكتروني اسمه سيتي، إحنا أطلقناه وموجود بكافة فروعنا. بعد ماكو داعي تراجع الدائرة وتدفع وتتعرض إلى ما تتعرض إلى خلينا نقول أصحاب الشركات، ممكن يدفعها من خلال هذا النظام الإلكتروني. نظام حوالات الويسترن يونيون اليوم يلبي حاجة المهاجرين اللي هم يعتمدون بمصادر عيشهم على العراق، أيضا نظام إلكتروني يوصل المبالغ إلى أي نقطة بالعالم وبثواني. أنظمة متعددة اليوم إحنا نتجه نحو الرقمية، إحنا كمصر طيب الدول الإسلامية. سسوها دعيني أخذ فاصل وأعود إلى مسألة الأنظمة الرقمية. أحبتي فاصل صغير ونعود إليكم. أهلا بكم أحبتي من جديد، أعود إلى ضيفتي السيدة سهى الكفاي مدير مصرف الدولي الإسلامي. بالحديث توقفنا قبل الفاصل على مسألة الأنظمة الرقمية والخدمات الإلكترونية اللي يقدمها مصرف الدولي. إحنا اليوم أكملنا المنظومة الإلكترونية المترابطة كلها مع النظام المصرفي الرئيسي اللي نعمل به داخل المصرف، فالخدمات أصبحت مترابطة مع بعض لأصحاب الشركات مثلا اللي هم يوزعون مثلا منتجاتهم على مستوى العراق ويجبي امواله، فاحنا نقدم له خدمه انه احنا نقوم بجبايه المال له من خلال فروعنا ومنظومتنا الالكترونيه ومن خلال التعاون مع المصارف الاخرى، وايضا نستطيع ان نلبي له طلباته لخدمه الاعتمادات مباشره بدون نقل اموال من حسابه. راح نقدم له هاي الخدمه لخارج العراق بخدمه الاعتمادات الالسي. هاي الدائرتين الداخلية والخارجية مترابطة مع بعض، راح تأمن لأصحاب الشركات التداول الرقمي لأموالهم بأعمالهم، وراح نمنحها خدمة الانترنت بانكينج اللي هو إمكانية الاطلاع على حسابه من خلال مكتبه أو من خلال هاتفه إذا كان مسافر في أي مكان. يعني اليوم أبشر الناس بأنكم ستكون هنالك خدمة موجودة الكور بانكينج أو الموبايل بانكينج موجودة، راح نطلقها اليوم، احنا مستعدين راح نطلقها وراح تلبي هذه الخدمة إلى أصحاب الأعمال الكبيرة اللي هم مرهقين في موضوع جباية الأموال، راح نخلصهم من مشاكل النقد ومشاكل المحافظات، راح يكون التعامل كله من خلال المصرف الدولي الإسلامي ولبي له، حتى من يريد يستورد البضاعة احنا نقدم له هاي الخدمة. هذا الجهد الكبير التقني، هاي الأموال اللي صرفها المصرف على هذه المنظومة تحقق للزبون خدمات عديدة وخليه هو يبدع بعمله، والمال راح يكون المصرف هو مهمته في جبايته وفي تهيئة السبل
انه يطلع على كشف حسابه اولا باول، وحتى اذا كان خلينا نقول ما منتبه راح تجي له نوتيفيكيشن على الحاسبه وعلى التليفون انه نزل هذا المبلغ بحسابك او انسحب هذا المبلغ من حسابك. فاول باول على هاي الرقميه راح تخلي اصحاب الاموال في حريه بالعمل وفي اتجاه نحو التطور. طيب اعود الى مساله المصارف الإسلامية وانتشارها بالسوق العراقي، كنت تعتقدين أنه هذه المصارف أثرت بشكل كبير على واقع السوق العراقي؟ إنه نتمنى أن المصارف الإسلامية تقدم الخدمات بما يليق بهذا الاسم، لأنه المجتمع بحاجة إليها. فالمصارف أما تنظم وضعها الداخلي باتجاه يقدم خدمات متنوعة ويجذب الزبائن ويجذب الجمهور، وإذا ما استطاع أن ينظم وأن يقدم هكذا خدمات فرح يكون سلبي على المصارف الإسلامية أنها غير قادرة على أن تقدم خدمات إسلامية. فإحنا اليوم هاي وحدة من التحديات أمام المصارف الإسلامية أن تكون هنالك قادرة. هنالك الكثير من الحديث بأنه القطاع المصرفي أو القطاع المصرفي الإسلامي يتجه فقط نحو مزاد العملة ولا يقدم خدمات. اليوم كيف نستطيع أن نرسل رسائل وصور تعكس هذا المنظور؟ حقيقة هناك يجب أن يكون بناء علمي صحيح مبني باستراتيجية، مبني بخطة عمل، مبني على أساس تطوير الموارد البشرية، أن يعمل المصرف الإسلامي فعلا بالقيم الإسلامية النبيلة، أن يدرس حاجة المجتمع بشكل فعلا. هناك قسم دراسات وتخطيط استراتيجي حتى من يجي يطلق الخدمة تكون مقنعة للزبون. إذا ما اشتغل المصرف بهذه الخطة راح يطلق ثقة، واليوم احنا بأمس الحاجة إلى أنه نزرع الثقة عند المواطن العراقي حتى يستطيع أن يتعامل الزبون مع المصرف ويربط كل حركته وكل عمله مع المصرف. اليوم أنت موضوع الرقمية راح نتجه نحو دفع الكهرباء ونحو دفع الماء ونحو دفع الاتصالات من خلال الأنظمة الإلكترونية ومن خلال البلاتفورم بالحاسبات، إذا ما الوزارات العراقية اليوم وصلت هذه المرحلة. فالمصرف إذا ما كان باني هذا البناء بحرفية ومهنية عالية وبتقنيات حديثة وفق معايير دولية ما ممكن أن يستمر. طيب بعد هذا القطاع المصرفي عن الإعلام، الكثير من المصارف اليوم تنحجب عن الإعلام. لماذا هذا؟ احنا في نظرنا كالمصرف الدولي الإسلامي نرى انه التوعية المصرفية اليوم هي على رأس الخدمة اللي ممكن نقدمها. ليش؟ لانه المواطن العراقي يريد يعرف هاي المصطلحات اللي نتكلم بها، كيف تعمل، كيف صيغة المرابحة، كيف صيغة المشاركة، كيف العمل ببطاقات بطاقات الدفع الإلكتروني، ما هي مشاكلها، ما هي الحلول للمشاكل. هذا الإعلام يقع عليه دور كبير. يعني في نظرنا أنه يجب أن يكون هناك إعلام موجه منظم باتجاه الخدمات الإسلامية الإلكترونية حتى الزبون اليوم يجد ظالته عند المصرف، لأن هذه الخدمات إذا ما نظمت بالشكل الصحيح وأعلن عنها المواطن العراقي يقبل لها. يعني إحنا اهتمامنا بالجانب الإعلامي خلق لنا ثقة مع الزبون، خلق حوار اليوم، لأن القسم الإعلامي مرتبط بكول سنتر 24 ساعة، فاللي يستخدم البطاقة ساعة 3 بالليل ممكن يتصل وممكن يشوف جواب لمشكلة بطاقته خارج العراق. جيد. طبعا هذا العمل منظومة إلكترونية وبتدريب وبنظام عمل خلى المواطن بأي دولة وين يروح هو واثق أنه أكو حل عند المصرف الدولي الإسلامي إذا ما اتصل هاتفيا. جيد. أطلقنا رقم مثلا 60-70 حتى يصير رقم سهل في حالة واجه مشكلة بالبطاقة، واجه مشكلة بأي جهاز ATM بالعالم ممكن يجد الحل. فاليوم الإعلام محور نجاح المصرف. طيب اليوم كيف نقيم واقع الاقتصاد العراقي ودور القطاع المصرفي في تنمية الاقتصاد العراقي؟ والله هو اليوم المصارف أمامها يعني هذه أحدى التحديات، أنه أن تكون تلعب دور كبير في النهوض بقطاع الاستثمار والنهوض بالقطاعات الاقتصادية. اليوم القراءات الدولية كلها تقرأ أنه العراق متجه نحو مرحلة نمو ونهوض تختلف عن المرحلة السابقة.
طبعا كل القطاعات تعتمد على المصارف في عملها. يعني اي قطاع اقتصادي حتى يتنظم العمل به لابد ان هناك مصرف يلبي الخدمه، سواء الخدمه الدوليه او الخدمه المحليه او الاقليميه. فالمصارف اليوم هي امام محك امام هذه المرحله المقبله. يجب ان يكون هناك سعي باتجاه تعزيز الايجابيات، دراسه نقاط الضعف ومعالجتها، فتح فروع بالاماكن اللي هي اليوم بها فرص عمل كبيره، تطوير الموارد البشريه اليوم يلعب دور كبير في ان تقدم خدمه جيده مناسبه، وتنويع المنتجات اليوم، لانه هناك توجه من الحكومه، توجه من البنك المركزي نحو تنويع الخدمه. فالمصرف اليوم اللي يقدم خدمات متنوعه تلبي حاجات المتعدده الاقتصاديه، بالتاكيد الجمهور يتجه نحو هذه المصارف النوعيه. على ذكر الجمهور، لم يتبقى من وقت البرنامج الا القليل، لكن خلينا نركز على مساله القروض اللي تهم الناس. نعم. اليوم الناس تتطلع على مساله من يعطيني قرضا اكثر بفوائد اقل. نعم. حدثيني عن القروض بشكل مقرب اكثر من الذي تحدثنا به. اليوم احنا درسنا هذه الحاله وشفنا حاجه المواطن العراقي، فاطلقنا خدمه مرابحه الذهب اللي هي اليوم احنا توجهنا بها نحو المراه اللي هي بحاجه الى مبلغ حتى تفتح مجال عمل، للمراه البسيطه او المثقفه او المتقدمه بالعمل. مرابحة الذهب مرابحة سريعة، ممكن تيجي ترهن أي قطعة ذهب، ممكن نمنحها المال وبسرعة، ما يحتاج إلى كفيل، مو الذهب هو الكفالة صار. جيد. بآلية عمل سريعة ممكن نلبي. الكفالات اليوم هي تلعب دور في نجاح الـ احنا بالإسلامي نقول مرابحة أو مشاركة، لأنه بيها صيغة معينة بيها عقود. بالمناسبة اليوم المواطن العراقي أن يبحث عن فعلا شرعيه هذا العمل. احنا بالنسبه لنا انا ذكرتها بالبدايه، قلت لكم هل ان القطاع المصرفي الاسلامي لديه حظوظ اكبر من التجاري؟ نعم. انا هاي ذكرت هذه العقود محدد بها المبلغ، محدد بها الضمان. فالضمان اليوم المواطن العراقي اللي احنا بنطرحه وفق التعليمات الراتب الكفيل. فاللي عنده موظف كفيل ممكن ان يكفله، نمنح المال لاي مشروع يتقدم لنا سواء بسيط او اذا صعدنا بالمبلغ فوق العشرين احنا نطلب احنا مثلا ضمانات، يعني مبالغ تعلى نطلب رهن عقار. فمجرد ان يرهن لنا العقار احنا نمنح المبلغ لاي عمل صحيح وموثوق ونزوره احنا ميدانيا ونطلع على الجدول الاقتصاديه ومستشارين يؤيدوها، ومدى نجاح المشروع يتناسب مع حاجة المجتمع العراقي نمنح المبلغ. هسه سواء المبلغ بسيط أو صعودا لمبلغ المليار أو أعلى، بس أكو ضمانات كافية حتى لا سمح الله إذا تلكأ الزبون سواء البسيط أو المتقدم. إحنا بالنسبة لنا كضمان عندنا ضمان من لاسترجاع الأموال سواء للمصرف، أموال المصرف كمساهمين لان احنا مهمتنا حمايتها، وكاموال الواحد تريليون للبنك المركزي. طيب، لكل مؤسسه لديها رساله، بدقيقه واحده ما هي رسالتكم؟ الاهتمام بخدمات الدفع الالكتروني والتركيز عليها، لان هو مستقبل العراق. هذا اقل من دقيقه. وموضوع الجبايه الالكترونيه اذا ما طبق بالوزارات اللي هي تجبي، راح تلاحظ هناك نهوض صار بالفكر وبالتطور بالعلم والمعرفة كمجتمع وكوزارات، راح ننتقل إلى مرحلة متقدمة جدا. في الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى السيدة سهى الكفاية المدير المفوض للمصرف الدولي الإسلامي لسعة صدرها وتحملها أسئلتنا. شكرا جزيلا سهى. نعم، شكرا لكم ولقناتكم الموقعة. حياكم الله. أحبتي، نلتقيكم في الأسبوع المقبل، دمتم بأمان الله وحفظه، إلى اللقاء.